خلوني اوريكم مثال عملي على برنامج الباك تريسر على موضوع اللي هو البروتوكول عشان خاطر بس يعني تحسوا الدنيا اكتر. هنا ده برنامج الباك تريسر زي ما انتم عارفين، وعندي هنا ده سويتش وده ده جهاز كمبيوتر وده جهاز تاني. فديت يعني شبكه صغيره عباره عن سويتش ووصل عليه جهازين. هعمل هاجي على الجهاز الاولاني دوت وهبنج على الجهاز التاني دوت، وعايز بس اوريكم حاجه خاصه بموضوع البروتوكول. هاجي على الجهاز الاولاني دوت هدوس كليك كده، بعد كده اروح على الكوماند برومت وكتبت الكوماند اللي هو، او انا كاتب هنا الكوماند اللي هو بينج مسافه والاي بي بتاع الجهاز التاني اللي هو 10.1.1.2. وانا هنا يعني خليني اعمل مينيمايز كده، انا هنا داخل على حاجه اسمها السيميليشن مود هنا على الباك تريسر عشان خاطر بس نشوف موضوع البروتوكول. رجعت تاني هنا على الجهاز الاولاني اللي هو بي سي 0 دوت وهدوس انتر كده، وخلوني اجي اعمل مينيمايز وخلينا نبص هنا على الباك تريسر زي ما انتم شايفين كده. هنا اهوت اللي هو الظرف ده والظرف ده دولت يعني هيبتدي يوريني اللي هو موضوع البروتوكولات. هنا مثلا الظرف اللي هو باللون ده اللي هو اللون مش عارف بنفسجي دوت ولا ايه، ده بروتوكول الاي سي ام بي، ودوت الظرف اللون الاخضر دوت ده بروتوكول الارب، او ان انا لما اجي اعمل بينج، البينج دوت بيستخدم بروتوكول الاي سي ام بي. لما اجي هبنج دلوقتي في الكيس بتاعتي دلوقتي وانا ببنج اول مره، ففي بروتوكول تاني هيشتغل مع الاي سي ام بي اللي هو بروتوكول الارب او اللي هو الادريس ريزولوشن بروتوكول زي ما هنتكلم بعد كده. بس عايزكم تركزوا دلوقتي على المثال اللي قدامي دوت، ان انا هنا كل اللي انا عملته دخلت على الجهاز كتبت الكوماند بتاع البينج وكتبت اي بي الجهاز الثاني، ببنج يعني من الجهاز ده على الجهاز الثاني، ففي بروتوكولين هيشتغلوا معايا اللي هو بروتوكول الارب وبروتوكول الاي سي ام بي. ويعني خلوني اجي هنا اهوت كده ادوس كليك كده، فزي ما انتم شايفين كده ايه اللي حصل. اول حاجه البروتوكول اللي هو بتاع الارب دوت اتبعت من الكمبيوتر للسويتش، واجي ادوس كليك كده فهنا اهوت راح للجهاز دوت ده بروتوكول الارب. هو هنا الارب دوت باختصار الجهاز دوت اللي هو بي سي 0 عارف الاي بي بتاع الجهاز ده لكن ما يعرفش الماك ادرس بتاعه، فبروتوكول الارب هيجيب له الماك ادرس. لو مش واصله لكم الحته دي دلوقتي مش مشكله، عايزكم بس تفهموا او تشوفوا. زي ما انتم شايفين كده ده اللي بيحصل وراء الكواليس، ان انت بتيجي مثلا تعمل بينج فوراء الكواليس بيحصل ان في بروتوكولات بتشتغل، زي في الكيس بتاعتي ديت في بروتوكولين شغالين اللي هو بروتوكول الارب وبروتوكول الاي سي ام بي. واجي هنا اوتو سكريبت كده، هنا اهوت المفروض بقى الجهاز دوت هيبعت للجهاز الاولاني كده، المفروض بعت له الماك ادرس، بعد كده بقى يروح للاي سي ام بي او اللي هو الاي سي ام بي دوت تشتغل لان انا بعمل الكوماند بتاع البينج. وهدوس كليك كده هنا اهوت ده الجهاز الاولاني اللي هو الجهاز دوت بعت لده، المفروض بقى الجهاز دوت هيرد عليه، وهاجي ادوس كليك كده فالمفروض كده هو بيعمل له ريبلاي كده هيرد عليه. وكده لو دوست كليك تاني كده خلاص بقى بروتوكول اي سي بي بس هو اللي شغال. ومش مشكله تفهموا الاي سي ام بي دلوقتي والارب، بس اللي عايزكم تفهموه ان انا عندي وراء الكواليس ده اللي بيحصل. انا في الكيس بتاعتي ديت مجرد كوماند كتبته اللي هو كوماند البينج، ففي بروتوكولين اشتغلوا وده هنا في المثال دوت، لكن بقى في حاجات تانية يعني النتورك اصلا كلها شغاله بالبروتوكولز زي ما هوريكم بعد كده. في يعني في برنامج هنستخدمه بعد كده، برنامج اسمه الواير شارك هكلمكم عنه، برنامج مهم جدا جدا. البرنامج دوت ده هيوريك كل حاجه، هيوريك النتورك بتشتغل ازاي، هيوريك مثلا الاتش تي بي دوت بيشتغل ازاي، الدي اتش تي بي بيشتغل ازاي، الدي ان اس، الحاجات كتيره قوي، الاتش تي بي، الواير شارك، برنامج الكلام ده كله لسه هنشوف الدنيا ديت. احنا لسه يعني لسه بنبتدي. وانا كده يعني خلصت الجزئيه بتاعت البروتوكول، طبعا ما اتكلمتش في كل حاجه زي ما انتم عارفين او زي ما كنت قلت لكم قبل كده ان الفيديوهات يعني مش هينفع اشرح كل حاجه في الفيديوهات، الوقت مش هيكفي، وكمان مفيش اي فيديو مهما كان قوه الفيديو دوت يقدر يغطي كل حاجه. لا، الفيديو بيفهمك بيعرفك الدنيا ماشيه ازاي. حاولوا النصيحه اللي بقولها لكم دايما، حاولوا تقروا، خشوا مثلا على موقع كمبيوتر هوب، موقع تيك تيرمز، الويكيبيديا، اعملوا سيرش على الانترنت، شوفوا كتب، اقروا عن البروتوكولز، اعرفوا افهموا البروتوكولز
بشكل عميق. وكمان حاول تشتغلوا عملي، جربوا مثلا اعملوا الاكزامبل اللي انا عملته دوت. وكده انا خلصت كلامي على البروتوكول هنا في الكورس دوت، وممكن بقى نتكلم عن البروتوكولز بعد كده بان ديبث او يعني بشكل اعمق من كده. لكن على في الليفل بتاعنا دلوقتي احنا كده فهمنا اللي احنا محتاجين نفهمه، واستنوني في فيديو جديد.